الأستاذة ليلى المكوم مرنيسي، رئيسة جمعية كفاءة مواطنة للتنمية ورئيسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان جدر. اليوم فريق جمعية كفاءة مواطنة كيحط الرحال ديالو بداية من مراكش وبالضبط من المؤسسة التقنية محمد السادس. هذه المؤسسة اللي كتأوي نزيلات الحوز من الطالبات وهاد التلميذات اللي كيتابعوا الدراسة ديالهم مدينة مراكش. اليوم نظمنا حملة طبية ضمت مجموعة من التخصصات: طب العيون، الطب العام، الطب النفسي والإكلينيكي وجلسات نفسية سيكولوجيا، إضافة إلى حملة تضامنية مع فتيات هذه المؤسسة، ودائما بتنسيق مع السلطات الإقليمية بمدينة فاس ونظيرتها بمراكش، وبترخيص من الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة مراكش أسفي. وما ننساوش الشركاء ديالنا دائما: المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وبصريات ديامون أوبتيك، مشكورين. هذه الحملة الطبية دازت في واحد الظروف جيدة، وليش لاحظنا هو أن هاد البنات معظمهن كيعانيوا من نزلات البرد، يعني أمراض جد عادية. وكذلك بالنسبة للحملة التضامنية ضمت مجموعة من الأنشطة، هي فرصة اليوم باش نقولوا في إطار التضامن والتكافل اللي عبروا عليه المغاربة كاملين ناهيك على المؤسسات، كنقولوا على أن هذه الحملات ما خصهاش توقف، لأن الخير ما كيتوقفش باش نبنيو جسور متينة مع المستقبل اللي المادة الأساسية ديالو هو التعليم، هما هاد الوليدات. وهذا علاش عزلنا كشعار لهاد الحملة الطبية والتضامنية شعار زلزال الحوز: التعليم أولوية. وكنلاحظوا على أن سيدنا الله ينصرو أعطى التوجيهات ديالو باش الدراسة ما توقفش، لأن هادو هما عماد المستقبل. ولنا لقاء غدا إن شاء الله بالحوز ومن أسني إن شاء الله.